أعزائي الشباب، أهلا بيكم معانا حلقة جديدة بتجمعني بيكم. ويلا شباب، النهاردة الحقيقة احنا موجودين معاكم داخل محافظة أسوان، ومعانا دورة تدريبية بيقوم بتنظيمها مشروع مسار، المعسكر التدريبي المكثف ده لتدريب أعضاء هيئة التدريس لخمس جامعات مصرية في إقليم جنوب الصعيد، ابتداء من أسيوط، سوهاج، الأقصر، هنا أسوان. الحقيقة أعضاء هيئة التدريس حوالي 32 من أعضاء هيئة التدريس بيتم تدريبهم على مجال ريادة الأعمال، ومن خلاله هم كمان بينقلوا هذا التدريب لكل الطلاب، وده طبعا لمساعدتهم على الدخول في مجال ريادة الأعمال، وده تمشيا مع سياسة الدولة. أعزائي الشباب خليكم معانا، ممكن واحد فيكم بكرة يبقى صاحب مشروع ويبقى أيضا جزء من ريادة الأعمال والتنمية المستدامة الموجودة على أرض مصرنا الحبيبة. أعزائي الشباب حلقة جديدة، ويلا يا شباب. ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجه مستحيله تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكايه وما فيها نتعب شويه. شباب، الحقيقة التدريب اللي احنا بصدد حضوره هو تدريب مهم جدا لأعضاء هيئة التدريس لخمس جامعات من صعيد مصر. التدريب ده بيؤهلهم انهم ينقلوا الخبرات دي للشباب اللي حابين انهم يدخلوا مجال ريادة الأعمال. التدريب طبعا من خلال تنظيمه من خلال مسار عدد من الجامعات، منها جامعة أسوان بتشارك معنا. أهلا بيك يا دكتور، وتعرف عليكي. دكتور صابرين محمد، مدرس الكيمياء التحليلية والبيئية كلية علوم أسوان. اهلا بيك يا دكتور. دي اول مره تشاركي في تدريب خاص بمصر؟ طبعا اول مره. ايه اللي حفزك انك تشاركي؟ فكره ان بيجي لي طلبه معاهم افكار، فعايزه اعرف ازاي اوجههم، ازاي اقدر اخلي الفكره بتاعتهم توصل تبقى مشروع ناشئ مفيد لينا، فكان هو ده التحفيز بالنسبه لي ان انا اشترك في التدريب يعني. جميل. طيب قولي لي يا دكتور، ازاي قدرتي انك تشتركي فيه؟ إدارة الجامعة هي اتصلت قالت لي في تدريب، فاحنا يعني كلفنا حضرتك بالتدريب فرحبت يعني بالفكرة. جميل جدا. بقالك كم يوم في التدريب؟ احنا كان في فترة سابقة على ابتدت معنا يوم 18/4، كان تدريب لمدة 5 أيام، وابتدينا بقالنا يومين في الفترة التانية التدريب التاني. فرق بين التدريب الأول والتدريب التاني؟ التدريب الأول كان ازاي انا اقدر ابقى منتور، ازاي انا فكره عندي اوجهها ان انا اعملها دراسه جدوى، دراسه منجو، بحيث انها توصل معايا كمشروع ناشئ. النهارده ازاي ابتدي احكم على المشروع اللي قدامي، ازاي انا ابقى قدامي مشروع اقدر اقول ان احنا المشروع بتاعي ده في قدامي ممكن مشروع يبقى ناشئ ويديني نمو سريع من خلال معلومات سابقة تركمت معايا من التدريب السابق. ودي حاجة كانت مهمة جدا طبعا. أكيد يعني، أكيد يعني. تقييمك إيه للخطوات اللي ماشي بيها الكورس وللمحاضرين فيه؟ المحاضرين الفترة الأولى كان معنا محاضرين من مسار وإنروت، ازاي في ايه هي الحاضنات، ازاي انت تقدر تحدد مشروع معين. حاليا معنا مدربين من هولندا الشركه الراعيه، فالتوجيه النهارده تطبيق اكثر ما هو توجيه بالنسبه لي، فلا الترتيب وتنظيم ممتاز بصراحه يعني. جميل جدا. انت شايفه في حاجه كانت ناقصه التدريب كانت لازم تضاف لخطواته؟ لا، هو غطى كافة المواضيع بصراحة يعني، فلا تمام. ايه اهم المشروعات اللي ممكن تخرجي بيها في كلية علوم اللي تقدري تحفزي الشباب او تحطيها قدامهم يحاولوا يختاروا منها؟ انا تخصصي تخصص كيمياء، تمام، تفاعلات، فانا عندي شغلي تحليلية بيئية، ببص لمنظور البيئة. التدريب كان عن إدارة المخلفات،
فالمخلفات والنفايات بتعمله مشكله جدا في النظام البيئي. ف لا يعني انا عندي نفايات خلص منها، فبعمل اللي هو فكره الاقتصاد الدائري، ان انا باخد النفايات بتاعتي بحولها لمنتج وفي دوره مغلقه لا يخل بالنظام البيئي. فانا ساهمت من تخصصي تحليلي وبيئي ان انا حافظت على البيئه وطلعت منتج او استثمار، فكره استثماريه رياديه. حاجة مهمة جدا طبعا، مهمة جدا اكيد في المعاناة التي يعانيها العالم في الفترة الحالية، موضوع النفايات والتأثير النظام، التأثير على النظام البيئي والنظام الاحتباس الحراري اللي احنا حاليا نعاني منه. لو جت فرصة تاني ان انت تشاركي في تدريب مماثل للتدريب اللي انت بصدد حضوره دلوقتي، هتشاركي فيه ولا هتحسي لا يعني انا محتاجة أأجله شوية؟ لا، لو في تدريب في فترة قريبة أكيد هشارك بيه، ولو لقيت حد حابب إن هو يشارك أكيد يعني هوجهه إن هو يجي التدريب يحضر كمعلومات هيكتسبها وهيقدر هو. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي في حياتنا إحنا نبني بإيدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجه مستحيله تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكايه وما فيها نتعب شويه، بيكي معانا وجامعة أسوان من الجامعات المشاركة معانا النهاردة في التدريب. أتعرف عليكي مع حضرتك أسماء محمد أحمد، مدرس الخزف كلية التربية النوعية جامعة أسوان. أول مرة تشاركي في التدريب خاص بمصاري أسماء؟ أول مرة، وما أتمنى أنها ما تكونش آخر مرة. قوليلي استفدتي إيه من خلال حضورك التدريب؟ هو أول حاجة مجال إدارة الأعمال، يعني هو مجال اعتقد ان معظم الجامعات او كل الجامعات في مصر هتبدا من دلوقتي تبدا بقى تدخل الطلبه بتوعها، او تدخل حتى مقررات تبع الموضوع ده، تبدا بقى تدخل الطلبه بتوعها، لان انا الطالب عندي انا مش بتولاه وهو طالب بس، لا ده انا المفروض اتولاه وهو كمان خريج. عندي وحده اداره الخريجين او وحده الخريجين بتبقى موجوده في كل الكليات، فانا الخريج ده لازم ابدا اشغله واحركه واديله افكار واخد منه افكار. ممكن الخريج عنده فكره وفكره كبيره جدا اشغل بيها الخريج والطلبه اللي عندي، ونفس في نفس الوقت يبقى في عائد حتى للكليه، او اشغل الوحده الانتاجيه اللي عندي. فالموضوع هيبقى مهم اعتقد في السنين اللي جايه دي بشكل كبير. طبعا بس المعارف والمهارات اللي اتنقلت لك هنا في التدريب، انت حاسه ان هي كانت كافيه بشكل كبير؟ بشكل كبير جدا، انا كنت محتاجاها بشكل ضخم، لان انا اصلا المجال بتاعي تطبيقي بحت، انا بشتغل في الخزف وخاصه في الخامات اللي موجوده في اسوان. يعني بحاول اعمل اداره للموارد اللي موجوده في اسوان باقل تكلفه ممكنه وباكثر امكانيات ممكنه، حتى في الانتاج بعد كده، في الباكجنج بعد كده. فده كان دي كانت حاجه انا محتاجاها فعلا. الطلبه هنا في اسوان عندهم الاستعداد لفكره اداره الاعمال، لفكره ان هو يبقى عنده مشروع خاص بيه، عنده الجراه دي؟ طبعا اي انسان بيكون عنده، يعني طول ما هو انسان هيكون عنده فكره معينه او موهبه معينه، هو مجتهد في حاجه معينه، ليه جانب معين افضل من جانب. احنا هنبدا نحاول بقى اللي اتعلمناه هنا ازاي نبقى منتور، ازاي حتى الطالب اللي عندي مش مكتشف نفسه، لا اوضح له، اعمل له اضاءه على الجزء ده، اعمل له سبوت على الجزء اللي موجود عنده، وابدا اشغله احسسه لا انت ممكن تعمل كذا من الموضوع ده، وتبدا تطور في نفسك واحد اثنين ثلاثه اربعه لحد ما توصل لرائد اعمال. واعتقد دي مش حاجه صعبه، لان احنا بنتعامل مع الموهبه اصلا، فالموهبه موجوده والتكنيك انا بعلمه لك وانت طالب عندي في الكليه، فما اعتقدش بعد كده الانتاج ممكن يكون حاجه صعبه قوي، يعني لو في مساعده. يعني
يعني لو اتعرض عليك انك تشاركي في تدريب ممثل تاني هتحبي ان انت تشاركي تاني؟ كل يوم اكيد. طب دي حاجه جميله قوي، ده ان دل على شيء انما يدل على نجاح التدريب. انا سعيده اني التقيت بحضرتك وبالتوفيق دايما، واتمنى ان كل اللي اتعلمتيه بجد يتنقل لكل الطلبه. شكرا ليكي. ده احنا اصلا بنتعلم، يعني احنا المفروض نيجي جايين هنا عشان نبقى منتور، ازاي نساعد الطلبه بتوعنا، ازاي نوجههم، نفهمهم ان المواهب الصغيره اللي عندهم اللي هم مش حاسين ان هي حاجه ممكن تعمل ضجه وممكن توسع موضوع التنميه في مصر كلها، ممكن يوصلوا لحاجه كبيره ان شاء الله. كل خطوه ناخدها نحلم بخطوه ثانيه، بنقرب لبكره دايما في كل ثانيه، والجاي في حياتنا احنا نبني بيدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكره، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، مفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية وما فيها نتعب شوية، جامعات المشاركة معانا جامعة سوهاج. أهلا بحضرتك وتعرف عليك. أهلا وسهلا بحضرتك، معاكي دكتور أحمد رشاد محمود، مدرس بقسم المحاصيل جامعة سوهاج. دي أول مرة تشارك في البرنامج التدريبي الخاص بمسار؟ إن شاء الله دي أول مرة. ليه بقى حبيت أنك تشارك في هذا التدريب؟ هو بصراحة تدريب مفيد جدا، فتح ذهني لأمور كثيرة، منها كان الاقتصاد الدائري والاقتصاد الزراعي الدائري. طبعا هنا هم بيتكلموا ان احنا ازاي نحول المخلفات الزراعيه او مخلفات المجازر ونستفيد منها بدون اهدار، يعني ممكن تكون حاجه قيمتها قليله انا احولها لقيمه عاليه وبقفل عليها الدوايا بشكل معين واقدر استفيد منها كحاجه للبيئه وكحاجه ماديه برضه في نفس الوقت. ودي حاجه مهمه جدا طبعا. طبعا اكيد حاجه مهمه جدا، انها كمان ليها تاثيرات حاليا في البيئه، زي ما احنا عارفين التغيرات المناخيه وبعض الغازات اللي بتنبعث بتكون ضاره بتسبب الاحتباس الحراري، فانا بعمل حتى تخلص امن لبعض المواد دي، فبتساعد كمان اللي بتخلي البيئه عندي امنه وافضل وتساعد في انها تقلل الاحتباس الحراري في البيئه. ايه اهم المشروعات اللي ممكن نلاقيها قائمه على هذا الموضوع بالتحديد؟ منها مشروعات، اهم مشروع منه كان مشروع الكومبوست بصفه عامه. مشروع الكمبوست ده هو تحويل كل المخلفات العضوية إلى شكل سماد عضوي يساعد في الزراعات القائمة حاليا، يعني لأنه بعد كده لما تسمد الأرض بيدي خصوبة للأرض، فبتعلي إنتاجية المساحة للأرض وإنتاجية المحاصيل بصفة عامة يعني. وده شيء جميل جدا. الطلبة بقى مدى إقبالهم على الفكر ريادة الأعمال بشكل كبير؟ وطبعا المشروع ده مش هيكون مكلف، مش هيكون مكلف قوي، بسبب ان هو ان انا اصلا عندي حاجه مخلفات قيمتها بسيطه، فساعتها هيكون ان انا اقدر احصل عليها بسيط. الموضوع كله هيتكلف بس في موضوع النقل، فانا هاخد الحاجه من مصدرها وانقلها وابدا بعد كده بعد عليها الاجراءات التصنيع بتاعه الكومبوست نفسها، ابقى حصلت على منتج سهل بعد كده ان انا اسوقه. مهم جدا. التدريب هنا مدته قد ايه اللي حضرتك بتمر بيه؟ التدريب احنا خدنا الاول تدريب مده 5 ايام، بعد كده في مده 5 ايام تاني. قول لي الاستفاده اللي حضرتك قدرت توصل لها من خلال هذا التدريب، وهل في انت شايف لسه في حاجات ممكن تضاف له؟ هو طبعا كانت فكرتنا احنا محدوده الاول عن قصه الاقتصاد الزراعي الدائري، وازاي انك انت تستفيد بكل حاجه في الزراعه. يعني احنا ممكن ندي مثال بسيط خالص، محصول زي محصول قصب السكر هنزرعه، هيطلع منه القصب، نعصر القصب، هناخد منه السكر كمنتج سكر، الالياف الباقيه من القصب ممكن ندخلها في صناعات اخرى، وفي حاجه بعد كده في الاخر المخلفات النباتيه طالعه من مصنع السكر اسمها تنت المرشحات. تنت المرشحات دي انا ادخلها في عمل الكومبوست هتبقى سماد عضوي في الاخر، اضيفه للنباتات فيما بعد، هيبقى حاجه كويسه خالص ممتازه يعني.
فانا كده بالنسبه لي المحصول خدت منه كل حاجه، ما فيش اي حاجه اهدرت، وفي نفس الوقت فدت البيئه وفدت المزارع وفدت المرك يعني الحياه كلها استفاد، كل الدنيا تمام. حضرتك شايف ان التدريب المكثف ده كان تجربه كويسه بالنسبه لك، حاسس ان انت هتقدر تنقلها بعد كده بشكل كويس للطلبه، بقيت مؤهل لده؟ طبعا تجربه جميله جدا وممتعه، في نفس الوقت في فريق كويس مدربنا سواء كان من الفريق الهولندي او الفريق الاردني، دي حاجه جميله جدا. طبعا احنا فيما بعد في المحاضرات بتاعتنا حتى بدون اي تدريب هنبدا ناخد الخبرات دي كلها اللي احنا كسبناها ونوعي بها الشباب بصفه عامه، وطبعا هنطرح عليهم الافكار دي بشكل ريادي بحيث اي حد عايز يخش في المشروعات دي احنا بقت عندنا فرصه افضل ان احنا نوعيهم بشكل افضل. ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجه مستحيله تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكايه وما فيها نتعب شويه. أهمية هذا التدريب إن هو بيهتم بإقليم جنوب الصعيد بشكل خاص، بيهتم بعدد من الجامعات اللي موجودة في إقليم جنوب الصعيد ابتداء من أسيوط وسوهاج وإنا والأقصر وأسوان. أعضاء هيئة التدريس الموجودين في هذه الجامعات بيتم تقديم التدريب المكثف ليهم عشان يقدروا هم بدورهم كمان ينقلوه للطلبة اللي حابين يدخلوا في مجال ريادة الأعمال. من الأقصر جامعة الأقصر، أهلا بيكي معانا، أتعرف عليكي. أهلا بحضرتك دكتورة نجلاء بدوي هارون، مدرس بكلية فنون جميلة جامعة أسيوط، بس أنا من الأقصر. أهلا بيكي، وخريجة فنون جميلة الأقصر. خريجة فنون جميلة الأقصر، الماستر والدكتوراه من فنون جميلة الزمالك حلوان. اشتغلت في أسيوط بس كنت بشتغل قبل كده في الهيئة العامة لقصور الثقافة في 2012، وبعد كده تعينت في أسيوط في 2018. أهلا بيكي، كلميني عن مشاركتك النهاردة في هذا التدريب، ده أول مرة تشاركي في تدريب لمسار ولا شاركتي قبل كده؟ لا، هي كانت تجربة جميلة. طبعا أنا بشكر مسار، هو في البداية الموضوع جه من مركز الخدمة بكلية زراعة، هم كانوا رشحوني أن أنا أحضر تدريب ريادة الأعمال والحاضنات. فطبعا لما جينا أنا ما كنتش أعرف لأن ما كانش ليا خبرات، لسه في أول مرة في مجال ريادة الأعمال، بس كنت مبسوطة جدا أن أنا أتعرف على حاجة جديدة وأعرف يعني إيه ريادة أعمال. هو يعني طبعا أنا كنت بعمل ده مع طلابي، بما أنك كلية فنون جميلة إحنا عندنا طبعا كم هائل من المشاريع والبروجكت اللي بيعملوه الطلاب، قسم تصوير أو ديكور أو نحت، يعني عموما فنون جميلة يعني، فبيطلعوا منتج وبيطلعوا إنتاجات كتير يعني. بس المشكلة في ان الطالب مثلا بيبقى هو مجرد هو مشروع وخلاص يعني، كنا دايما انا بعمل ده بدون ما اخد بالي ان انا فاهمة، يعني انا مش فاهمة طبعا يعني ايه الموضوع ده، ماليش خبرة فيه، بس كنت دايما بوجه طلابي يعني واتكلم معاهم اني ممكن تعمل حاجة مفيدة، يعني عندك فكرة، ما هو عشان انا اعمل مشروع او اعمل يعني برودكت يعني يكون عندي فكرة في الأساس. الفكرة هو اشتغل على الفكرة بتاعته هيعرف يسوقها ازاي او يعرف يطلع بمنتج ازاي مثلا، لا دي بتحتاج لمراحل كتير. طبعا انا كنت بقول له يعمل حاجة مفيدة وان هو ازاي يعرف يعمل ماركتنج لشغله والكلام ده، بس لما جيت هنا التدريب بتاع ريادة الاعمال مع مسار اتعلمت حاجات كتير من خلال التدريب، والتدريب كان يعني منقسم الى جزئين. الجزء الاول من البدايه خالص ان احنا ازاي بنشتغل فكره ان انا اعمل منتج وايه ينقصني، فكانت مراحل كتير اتعلمناها طبعا داخل ورش عمل، يعني اتعلمنا ازاي مثلا مش الفلوس هي اهم حاجه، لا هي الفكره، وازاي اعرف احتياج السوق ايه او الطلب. الطلب والله السوق محتاج كذا، يبقى بشتغل على فكره السوق نفسه وبشوف هل في منافسين الموضوع ده ولا لا، بدرس الموضوع ده كويس جدا. انا بختار برضو المكان، التصنيع، التغليف،
يعني الباكينج بتاع المنتج بتاعي، هل ده انا نجحت فيه ولا لا، يعني كل ده ببقى ملم بيه عشان في الاخر اطلع بالمنتج بتاعي واقدر اعرف اعمل له ماركتنج يعني. فطبعا دي كانت تجربة جميلة وتجربة يعني انا استفدت بيها كتير، وحسيت لأ ان انا يعني دماغي اتفتحت كتير، وان انا ده ممكن اروح اطبق ده مع الطالبات وطلابي اكتر يعني، بما ان كمان كان في كذا طالبة عندي بيعملوا شغل يعني المشغولات اليدوية، يعني هما فنون جميلة، فطبعا الادوات بتاعت فنون جميلة، الشنطة، الاكسسوارز بتاعت اللي بيتحط فيها الورق، المسطرة، فكانوا بيعملوا ده. في برضو طالبة عندي كانت هي في سنة ثالثة حاليا يعني عاملة فكرة الاكسسوارز يعني، فنجحت معاها واشتغلت عليها ومن خلال بيدج، هي عامله بيدج يعني بتسوق ليها، فكون هو طالب لسه ما تخرجش فده حاجه كويسه بتساعده ان هو لما يجي يتخرج ان شاء الله ويبقى خريج يبقى خلاص هو فهم ده، فده انا هرجع اطبقه مع طلابي عشان لما يجي يبقى طالب خريج يبقى هو عارف هو هيعمل ايه بعد ما يتخرج. كل خطوه ناخدها نحلم بخطوه ثانيه، بنقرب لبكره دايما في كل بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. كده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة، لكن دايما هنكون معاكم في أماكن مختلفة، موضوعات كتير هتهمكم من خلال حلقات جديدة تجمعني بيكم. ويلا يا شباب، شكرا وإلى اللقاء.